وهنبدأها مع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من نماذج المركبات متعددة الاستخدام بالتعاون مع القوات المسلحة واللي اتجهزت في القطاع المدني، وده في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقد العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على عرض من السيد اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وده بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تفقد أيضا أحدث المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية في إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية. واطلع السيد الرئيس أيضا على عرض من السيد اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.